الليلة مع نديم. محور المقاومة من الجبهات إلى العيادات الطبية، وفي لبنان إسرائيل تغتال عملائها. أيا يكن الموضوع، بعد كورونا دي بوست كورونا إيرا أصبح موضوع البحث العلمي بالطب هو الأولوية كما بكل المواضيع الثانية. يعني أيا تكن التطورات اللي عم تشهدها المنطقة، أي ملف عم نحكي عنه، أي قضية عم نتعامل معها، لازم نتعامل معها بعين طبية، بنظرة طبية. من هون كنت عم أقول بحلقات سابقة أنه محور المقاومة سبق كل الناس وتحول إلى عيادة محور المقاومة، المقاربة الطبية حتى للملف العسكري. نحن لدينا الآن ثلاثة أوجاع، الإسرائيلي الأمريكي التركي، ثلاثة أوجاع، العامل النفسي، فاقدين للأعصاب. نعود إلى العامل النفسي. أوجاع وأعصاب وعوامل نفسية، هيدي مقاربة عيادية طبية للتوترات العسكرية. كتير كتير مهم التركيز على الجانب العلمي من الموضوع. يعني سوري أبو السوس، بس مش كل شيء سلاح وعسكر وخبيط. لا، بكرة بيطلع مثلا تحاميل الممانعة، مراهم النضال، إبر مقاومتية، بوسترز. إنما طبعا هيدا ما لازم يمنع بعض المكونات العسكرية لمعالجة الأوجاع والأعصاب والعوامل النفسية. حقيقة ملحمة، يعني بشرة، ملحمة كبيرة الآن يقوم بها الدفاع الجوي السوري، ومؤشر طيب. يعني هذه الملحمة هي للتاريخ. هذا الاستبسال البطولي الذي نشاهده على التلفاز منذ لحظات، أنا صعقني شخصيا، رائع جدا. وهيدي بصوص بس البداية، يعني إذا بتنطر شوي بتنطر، الاستبسال اللي شفته رح تشوفه بشكل أكبر وأوسع مع يعني مع الهجوم الأخير على لإزالة إسرائيل، مش أقل من إزالة إسرائيل من الوجود. يعني خلص هيدا شفتوا نموذج، هذا الاستبسال نموذج، وانطروا بقى الاستبسال الأكبر. لخ ما شو لخ كيف شو ناطرين يا حبيبي؟ في أولويات تحضنا، شو ناطرين؟ في أولويات لاحقين على إزالة إسرائيل، بس يخلصوا الشغل اللي بين إيديهم جاي دور إسرائيل. في الفترات المقبلة عندما ننتهي من الإرهاب سوف نلتفت جيدا لإسرائيل، وأنا أعني ما أقول سوف نلتفت إلى العدو التاريخي الذي أصلا صمم جيشنا ضده. عندما نقضي على الإرهاب لنا حديث آخر، ولا أعتقد أنه يوم ببعيد المنال. ولا أنا بشاركك الرأي، ليس يوم بعيد أبدا. معلوم بعد ما تنتهي معركة الإرهاب اللي استجدت، ودع إسرائيل أصلا قبل المعركة مع الإرهاب كانت إسرائيل تعاني الأمرين. تتذكر أبو السوس، يعني أنا أتذكرك أنا والمشاهدين، بعد قصف المفاعل النووي السوري سنة 2007، بوقتها لا كان في إرهاب ولا في شيء. بعد اغتيال عماد مغنية بدمشق سنة 2008 كمان ما كان في إرهاب ولا كان في شيء. قبلها سنة 2003 يا 2 يا 3، لما حصلت غارة إسرائيلية بقلب دمشق بمنطقة عين الصاحب، كمان ما كان في إرهاب ولا كان في شيء. تتذكر شو صار؟ معليه خلينا نتذكر. تلك ما صار شيء بوقتها، ما صار شيء، مع أنه لا كان في معركة مع الإرهاب ولا كان في ميليشيات ما بعرف شو عم تعمل ولا من يحزنون. كان محور المقاومة بأحسن حالاته، صاروا كل هول نووي ومغنية وعين ولم يحصل شيء، ما صار شيء. هلأ ما صار شيء، وبوقتها ما صار شيء. أصلا يمكن أبو السوس أنت عم تفهم الموضوع غلط. أنا بعتقد القصف الأخير بالنيطرة مش رسالة لمحور المقاومة، لا ولا لسوريا، لا ما عليه. يعني غارات القنيطرة رسالة لجهة أخرى، بدنا نفتح عيوننا وما نغرق بشبر مي. طبعا لا يمكن فصل أيضا ما يحصل في المنطقة الآن
من عملية الاستهداف المنظم التي تقوم بها الإدارة الأمريكية الآن ضد روسيا، وتحديدا في قضية نافالني ومحاولة استثارة الوضع داخل روسيا وموسكو على وجه الخصوص في حمل الناس إلى التظاهر في الشوارع ضد الرئيس بوتين. سوري، ما بدنا نقاتل نحن عن كل الناس، عليه يتفضل الروسي رد على القصف الإسرائيلي بسوريا والذي هو امتداد لموضوع المعارض الروسي نافالني. شو علاقته بالموضوع؟ بس ربك بيعرف، بس انه نحن لن نقاتل عن كل الجبهات وكل الناس، وروسيا لن تسكت على استهدافها بسوريا صراحة. لدينا عتب صح. اذا انا بدي اعتبر انه لروسيا مصالح، لا هي منذ البدء لم تعلن انها هي بمعركة مع اسرائيل، وبالتالي يعني روسيا لم تدخل لمحاربة الكيان الصهيوني، لا تشارك ايضا بشكل مباشر وصريح في تصدي للاعتداءات المتكررة من الكيان الصهيوني. ولكن كما ذكرت سابق، لنكون صالحين، روسيا لا تستطيع أن تغير سلوك الإسرائيلي، وهذا الأمر مستحيل. ما زبطت إيه؟ ما مش الحال. محور المقاومة بده الروسي يرد عنه، قال الروسي أنا خيي لا شغلتي ولا بقدر. هيدا نفس المحور اللي بيقلك أنه إسرائيل تريد جر أمريكا للحرب، طلع هو طموحه يجر روسيا على الحرب، هو بده يجرها على الحرب لتقاتل عنه. قال الروسي يا حبيبي ليك أنا مش بس ما شغلتي، قاعد مع الإسرائيلي بسوريا بذات الخندق. من لبنان إلى مقابر مخيم اليرموك نقلت جثث 3 جنود إسرائيليين بعد اختفائهم في معركة السلطان يعقوب بلبنان عام 1982. القوات الروسية بدأت قبيل يومين بإخراج العديد من الجثامين من داخل القبور في مخيم اليرموك، وأجرت لها تحليل السلسلة الوراثية قبل إعادتها. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال استقباله في موسكو أن قوات روسية خاصة عثرت بمساعدة من النظام السوري على رفات جندي إسرائيلي كان في عداد المفقودين منذ عام 1982. ليك نكون موضوعيين، قتال إسرائيل لازم ينطر للانتهاء من الحرب على الإرهاب، بس هاي ما بتنطر، هيدي ما بتنطر ولا لحظة، لأن هيدي خدمة لإسرائيل مدفوع حقها على خط الخدمة السريعة VIP. المعادلة بسيطة، كل متهم بالعمالة لإسرائيل ينتهي به الموقف أن يقتل على يد إسرائيل. هذا هو المنطق اللي يراد تعميمه بعد كل اغتيال يطال أحد من النخبة السياسية والثقافية بلبنان. موضوع مهم بيستاهل كلام جد. النكتة اللي شاعت بعد اغتيال المثقف والناشط السياسي والاجتماعي لقمان سليم بتقول التالي: ما تعارض حزب الله لأنه بتقتلك إسرائيل. ذروة السخرية بهالعبارة هي احتجاج على ما هو أبعد من الاغتيال والقتل، احتجاج على محاولة تجريد الناس من بشريتها عبر تجريدها من عقلها من حسها السليم، أنه المطلوب تنقتلوا ويصيروا الأحياء منكم غنم بعد الاغتيال وبعد القتل، بعد القتل بعقل مغيب بضمير مستتر وبصوت مكتوم. الطائرات الإسرائيلية والاستطلاع الإسرائيلي ووجود ساحة منفلتة في لبنان، إسرائيل لها مصلحة كبيرة في هذا الأمر، تقليب اللبنانيين على بعضهم البعض. إسرائيل موجودة بطيرانها، موجودة بعملائها. إسرائيل إذا وفق هالمنطق قتلت من أمضى حياته ملاحق بتهمة العمالة وبحملات التخوين والتشهير، فجأة بس قتل بلحظة قتله قتلته إسرائيل. طيب أنا بدي أقبل هالمنطق، بدي أقبل قتلته إسرائيل لإلصاق التهمة بحزب الله وأحداث فتنة، عظيم. طيب هيدي الصور شو؟ صور توثق غزوة بعض جمهور حزب الله لبيت لقمان سليم وإلصاق أوراق على بيته
تتهم الرجل بالعمالة وتتوعد بالقتل وبكاتم الصوت اللي قتل فيه. ثم يقتل لقمان فبصير اللي قاتله هو الإسرائيلي. حال طيب انت شو عملت لتحمي حالك من تهمة قتل لقمان اللي الإسرائيلي بده يلزق فيك؟ شو عملت؟ شو عملت لما لحتى ما تسمح للإسرائيلي يستثمر كل التمهيد اللي وصل على الاغتيال؟ ما انت عملت كل شيء من شان هالمؤامرة تجي لبستك لبس يعني التفصيل خياطة. بعدين شو أول مرة؟ دائما يغيب عن السجال أو النقاش في القضايا الداخلية وخاصة في هكذا محطات العنصر الإسرائيلي. لا أعلم لماذا يغيب هذا العنصر، يعني بدأ من اغتيال الرئيس الحريري والعامل الإسرائيلي، لماذا نغيبه؟ ليك هذا وين بعده؟ أهضم شيء أنه رجع لاغتيال الحريري. يا حبيبي عفرض حطينا الفرضية الإسرائيلية على الطاولة، ما صار في تحقيق دولي 15 سنة بركي 12 سنة 11 سنة مدري قديه، ومحكمة، والمحكمة قالت أنه القاتل المسؤول عن القتل هو مسؤول بحزب الله، وحزب الله قال أنه المتهم والمدان بطل من أبطالنا. بهيك حالة بقلك إيه لك، بس المحكمة أصلا إسرائيلية. طيب أنا بدي أقلب الآية، بدي أقلب الآية. شو رأيك أنه بين الفرضيات الصلبة هذه العظيمة تبع إسرائيل والخمير الحمر ومدري مين، نحط هيك فرضية ضعيفة وتافهة أنه يكون حزب الله قتلوا بسبب مواقفه العلنية ضد حزب الله؟ لم يكن هناك أي إشكالية في صوته المعارض. حزب الله يعني لا يمارس القمع الإعلامي وقمع حريات التعبير في بيئته، يعني ما شهدنا ولا حالة أنه والله حزب الله وجه الناس وقال له نروح واعترضوا على هذا، أو لا لجمه وقال له إياك أن تتحدث. حزب الله ولا يوم استعمل يعني قوته الفائضة لقمع الناس وقمع الحريات. أعوذ بالله مولانا ولو، ما بيعملوها الشباب أصلا ولا مرة عملوها. حزب الله مش بس أنه ما عملها، حزب الله بدك تعتبره يعني هيك كتيبة متقدمة للدفاع عن حرية التعبير مثلا. هؤلاء الذين تظاهروا حولنا في محاولتهم لإفشال الندوة، والذين حرقوا المولوتوف على هذه الخيمة، والذين حاصرونا، أنه هذا مثل ما يقولوا بالفرنساوي دي ديجا فيو، هذا سبق وشفناه بمطارح أخرى. بصوت أعلى وبإعداد أكبر هاتف أنصار حزب الله وحركة أمل شيعة شيعة. مشاهد صادمة وسط العاصمة اللبنانية بيروت. خيمة الملتقى اللي كان عم يحكي عنها الراحل لقمان سليم هي خيمة هاجمها حزب الله وكسرها وحرقها، وهي من الأنشطة اللي بالصدفة يشارك فيها لقمان سليم. مثل ما في كتير صدف، حزب الله الذي لا يعترض على الرأي الآخر جرد حملة إلى أول ما إلى آخر بحق العلامة السيد علي الأمين، طردوا من بيته منصور ولاحقوا بدعاوى قضائية بتهمة العمالة، نفس التهمة اللي لاحق فيها لقمان سليم. بقول لك أنه لا يعارض الاختلاف بالرأي نهائيا نهائيا، يعني بتحكي معه بقول لك طب بتقول له هول شو اللي صاروا لقمان والخيمة وعلي الأمين، بقول لك هول الأهالي استفزوا من بعض هيك المواقف السياسية، والحزب ما بيقدر كشاف، ما بيقدر يضبط كل البيئة، بضل في متفلتين. طيب بلا الناس، بلا المتفلتين، وبلا المواطن العادي، فوتني لو سمحت على حماية حزب الله لحرية التعبير بمجلس النواب. شرف للبنانيين في يوصل رئيس ميشيل عون ببندقية المقاومة ما يوصل مثل ما وصل غيره على دبابة إسرائيلية على العبدة. على الدبابة الإسرائيلية انتو كنتو عم تكبوا رز عليه، انتو كنتو عم تكبوا رز على الدبابة الإسرائيلية. سيدة كلمة خليك من شاك، خليك من شاك، هذا الكلام مش مسموح بقى، هذا الكلام مش مسموح بقى. على دبابة إسرائيلية أكتريتكم صوتوا لبشير جميل بهيدا المجلس، حجمكم دبابة إسرائيلية، على نهتنا بالدبابة الإسرائيلية نخرقها بشير جميل
نائب رئيس جمهورية لبنان يا أستاذ نواف. هجمك دبابة إسرائيلية بالقوغنات الإسرائيلية خالصة. بس أنت وياه. هذا كلام الفتنة، وإذا كنا مش عم نرد عليه لأنه بدناش نسمح لعملاء المخابرات المعروفة ما تحدث بهذا البلد فتنة. بيشبهك. مش بيشبه الفتنة، هذا بيشبهك لإلك اللي أنت. لك أنت عميل المخابرات معروف قديش سعرك. لا مش معقول هذا الكلام. أنت معروف قديش سعرك. مش معقول هذا الكلام. مش معقول هذا الكلام الاتهام العمالة. هلا للأمانة النائب نواف الموسوي ردوه إلى كتيبة الأهالي، رجع صار مع الأهالي، عطلوا له نيابته وحطوه مع الأهالي. هذا بمجلس النواب اللبناني. أي مختلف مع حزب الله عميل، اللي شفتوه النماذج سنة ومسيحيين اثنين يعني. أي مختلف عميل جاسوس، تهمة جاهزة. يحدها جنوبا خطاب الأهالي ويحدها شمالا الخطاب السياسي لحزب الله. بس وقت بيحصل القتل بتصير إسرائيل مسؤولة عن قتل العملاء. هذا المنطق هذا أسوأ من القتل، خصوصي لما اللي عم يتهم الآخرين بالعمالة للغرب هو اليوم عم بيحتفل فوق جثث الناس بما يعتقد ويتمنى ويرجو أن يكون علاقة مقبلة مع الغرب ومع الشيطان الأكبر. عندي أنا تصور، التصور له علاقة بأنه الذي قتل لقمان سليم يريد تخريب ما هو قادم بالمنطقة، حلف المتضررين من إمكانية الحوار الأمريكي الإيراني عم يشتغلوا على تخريب هذا الحوار. قتل الناشط السياسي لقمان سليم برأيي يأتي في هذا السياق. هلأ أن يحصل لقمان سليم على دعم غربي علني فهيدي تهمة تستدرج تهمة العمالة، وتهمة العمالة تستدرج القتل. نفس الناس هول بيقولوا لك أنت تستثمر في الجريمة لتعطيل علاقتنا بالغرب، لتعطيل اتفاقنا مع أمريكا، للتشويش على مصالحتنا المقبلة مع الشيطان الأكبر. بس هيدي العلاقات عمالة يا حبيباتي. لا بس عدوركن عمالة، عدورنا عمل بطولي مقاوم هو استكمال للعمل البطولي والمقاوم بتصفية العملاء. نهاية حلقتنا الليلة، تصبحوا على خير.